الجسم شلون يأقلم نفسه والظروف المحيطة فيه. cellular adaptation، تكاتف. يعني الجسم شلون يأقلم روحه ويا الظروف المحيطة فيه. يعني مرات بالطفيليات دودة واحدة ما هي كل الأمعاء، ومرات ألف دودة بهاي الأمعاء، ألف واحدة صغار، كل الصغار يصير زين كل طيبات، لكن هاي واحدة هاي عرفها صحيح هي الواحدة. فهذا الأدابتيشن هو عبارة عن reversible changes in tissue، أما تكون physiological مثلا اليوترس يكبر أثناء الحمل وبعد الحمل يصغر مي كيف، هذا هو الأدابتيشن. نتيجة الحمل هرمونات هات الفرنسي يوترس كبر، الممري جلاند كبرت نتيجة الهرمونات أثناء اللابتيشن الرضاعة وبعدين قلة طبيعية، هذا الأدابتيشن. هالكي الهايبر اتروفي عبارة عن ضخامة بعضو، لأن كل خلية بيكبرت ضخامة بعضو فاو عليه اللازمنت اوف ذا اورجن كلينتين ديو تو اللازمنت اوف ايش. مثلا ايديا ويا رياضي يهمت نزرعها، رجليا ويا رياضي ايش صاير، هو نفس الخلايا مالتي ومالته نفس العدد، بس هو كل خلية عنده كبرت النتيجة صار هذا الهايبرتروفي. الخلايا عددها مضبوط بس كل خلية كبرت، شوف إيده صارت ايش، وهو نفس العدد أنا وياه. زين هذا الهايبرتروفي. زين طبعا هذا الهايبر ممكن يصير فيزيولوجي مثل ما قلت مثال اسكليتال مصل عضلات الهيكل الرياضيين مقارنة مع شو اسمه، او هذول اللي ياخذون مال شو اسمه يحقنون روحهم مال الحيوانات ويصير كبره وبعدين عاد غضب الله يصير عليه انه من ورا المؤذي، هذا مؤذي يا عالم مؤذي، انا اربع خمس شباب راحوا من وراها جوي صحتهم ما فات، واحد صارت له حصوه ايش صار هنا كبره وحصوه هنا صارت قال ما يحقنون روحك، قلت هاي الحصوه تروح على الطبيب زين يشيلك اياها، ولازم هذا من يشيلوها كلها تنشال يصير سرطان. ليش حجاره كلها هي حجاره منها اوعيه لمفاويه واوعيه دمويه واعصاب، اذا قطعه واحد انشلت ايده، فيراد عمليه مركزه وقلت له كل ايد سويها ولا ست اشهر اسوي الثانيه، واذا غلط بالعمليه انشل يحفر صار حجاره كبرى، ولا شو صار قوي هي صار شنو فايده صار كبرى. ليش من وراء الغلط هاي يا عالم يا ناس، مو هيك انت تتقوي عضلاتك تلعب رياضه، العب حديد، العب رياضة، العب هذا قوي جسمك، بس مو بهاي المواد اللي هي مال الحيوانات، هم طبيعيها من الثيران، اللي أقول لكم مواد محضرة من الثيران اللي حقنها الشباب مالتنا اللي يأذون الواحد. pathological مثلا فيزيولوجي قلنا اليوترس يكبر أو الـ أو الـ الرحم يكبر أو الممري جلاند تكبر نتيجة الحمل. هنا pathology مثلا القلب يكبر، ليش؟ اكو أكسجين قليل في الجسم. أكسجين قليل بالجسم القلب يقوم يدق أكثر حتى يعوض الأكسجين الموجود، نتيجة الدق ما تبدأ يكبر عادة تضخم القلب نتيجة الدقات ما تقلب تصير أكثر حتى يعوض الأكسجين الموجود بالجسم، مثل واحد يروح بالجبال العالية أكسجين قليل عاد يشوفه شكله يحمر، ليش؟ لأنه خال العظم يقوم يصنع كريات دم حمر أكثر حتى يعوض الأكسجين نخاع، واثنين شكل احمر بعدين القلب يقوم يدق هوايه حتى يعوض الجسم، ولهذا من جبال عاليه بس ينزل جوا يرتاح اذا طبيعي. الحاله الثانيه الاتروفي عكس الهايبرتروفي، هنا قلنا اللازمنت اوف ذا اورجن كيلو اللازمنت ايش سير سايز، هنا بالعكس شرينكج او ريديوس ذا سايز او شرينكج اوف ذا اورجن ديو تو ديكريز ذا سايز اوف ايش، هنا كل خلية كبرت هنا كل خلية صغرت، ولهذا شوف ايديه صارت رفيعة او رجله صارت رفيعة، هذول مشلولين عندما ما يجي دم كافي ولا يجي نير، شوف رجله صارت ايش رفع هذول مشلولين، ليش؟ لان يعني ما يجي دم كافي ولا غذاء كافي ولا تجي حركة ما عنده رياضة ما يتحرك مكيفه صارت ايده يجي او رجله ايش صارت، هذا هو الاتروفي عكس الهايبرتروفي. ومرات اجيب اقول فرق ما بين فروق ستيتمنت اتروفي او هايبرتروفي، مرات اجيب سؤال هذا النقاط البسيطة. أسباب الأتروفي أسباب decrease work
مدى ما يحرك يديه ورجليه من هو المشلول. المشلول ما يقدر يحرك يديه ورجليه، فاذا هذا يسموه اتروفي صار عنده امور زي ما تتحرك، ما يقدر يدوس عليها ويمشي ولا يقدر يديه، هذا مشلول. ديكريز وورك، كلمة واحدة احسن من هذا السطر طولة، ديكريز وورك. بس انا مؤلف ملازم وداس باقي الكليات، ما اقدر اسوي كلمتين كلمتين، شوف ما لازم احكي. ديكريز وورك زين. قلة دينيرفيشن، قلة بالعصب، عصب ما يهرب، المشلول ما يجي عصب. ماكو عصب بيوصل المشلول. ديكريز بلاد سبلاي، قلة بالدم، قلة بالعصب المغذي، عصب ما المشلول إذا ضعيفة ما يوصلها عصب. والمشلول نفس الشيء ما بي عصب، عصب ماكو، ما بتوصيل عصبي. انرفيشن ماكو دي، دينيرفيشن، سحب دي كلمة سحب. وعنده ديكريز بلاد سبلاي. ان ادكوت نتريشن الى الغذاء الضعيف. السجناء من فتره طويله بالسجون يطلع ضعيف جسمه، ماكو اكل كافي. اكل ماكو كافي، بروتينات ما عنده، غذاء ما عنده، شو يسوي عاد الجسم يستهلك الدهون مالته يضعف شوي شوي. شوي شوي. زين. لوس اوف اندوكراين ستيميليشن مثلا. لوس اندوكراين ستيميليشن هاي بوست من سن الياس يصير اندوماتريال هايبر اتروفي. ليش؟ باليوترس يصير ضمور في سن الياس بالنساء، لان الهرمون قل تمام استروجين وكلها قلت الهرمونات والبروجستيرون استروجين. اذا شوف سن الياس اليوترس كلش قل. اندومتريوم ما تبي خلي اندومتريوم، اليوترس كلش صغير صاير. والاندومتريوم ليش؟ لانه اندوكراين الهرمونات قلت، هذه اسباب الاتروفي. عكسها اسباب الهايبرتروفي. اكيد بعد نجي على الهايبرفليشيا. الهايبرفليشيا هم ضخامه بالعضو بس هناك تكاثر الخلايا عشوائيه. الهايبرفليشيا اللازمه اوف ذا اورجن مثل الهايبرتروفي اللازمه، بس هناك كل خليه كبرت، هنا لا، عدد الخلايا تكاثر عشوائيا. هايبرفليشيا اللازمه اوف ذا اورجن ديو تو راندوم بروليفريشن اوف ذا سيلز on expense of energy على حساب غير خلايا. فتشوف بالهايبرفليشيا تكاثر الخلايا بكميه مو طبيعيه، لانهم راندوم عشوائيا بروليفريشن اوف ذا سيل اندر ديفرنت سيميليا. اما تكون فيزيولوجيكال هايبرفليشيا او كومبنسنتري هايبرفليشيا. مثلا مثال هم اعطيكم الممري جلاند، هم تكبر تصير خلايا مالتها كلش تكبر في حالات البريجنسي، ولا البريجنسي الخلايا طبقات مالتها كلها تصير عليها. نفس الشيء بالنسبه لليوترس. هم الهايبرفليشيا صدقها تتكاثر الخلايا مالتها. الممري جلاند اعطيكم احسن مثال، او اليوترس هم مثال وياه نفس المثال. شوف اليوترس والهذا مره يمشي ويا الهايبرتروفي ومره يصير ويا الهايبرفليشيا. الهايبرفليشيا تكاثر الخلايا عشوائيه. هناك تكاثر كبر الخلايا، كبر كل الخلايا مال الجسم، فالعضو كبر اليوترس والممري جلاند. هنا نفس الشيء هايبرفليشيا، تكاثر خلايا عشوائيه نتيجه الهرمونات، بس من انتهى الحمل رجعه طبيعيه، رجعه طبيعيه. زين. الحاله الثانيه المرضيه كومبنسنتري هايبرفليشيا، هاي يصير عند ما تشيل عضو مزدوج يبقى واحد منهم، مثلا شلت كليه واحده الثانية تعوض الأولى، صارت تكبر حتى تعوض الشغل مال الأولى. أو العينين من تشيل عين واحدة العين الثانية تعوض الأولى، هاي يسموها كومبنسنتري هايبرفليشيا. عينين واحدة راحت تبقى الثانية تعوض، كل سنة كبيرة تعوض على اللي راحت. ونفس الشيء بالنسبة للكدني وهكذا. طبعا هذه كل الهايبرفليشيا نتيجة هرمونات او نتيجة جروث فاكتور وكل استروجين ستيميليشن، كلها تؤدي الى هايبرفليشيا. مرات فيروسات مثل فيروس الثالولة البابيلوم هم تسوي مثل قرنابيط على جلد الثالولة، هذه فيروس هم تسوي هايبرفليشيا مال الخلايا، بس هي ثالولة هم صار بيها هايبرفليشيا مال الخلايا اللي يدير مثلنا. الهايبرفليشيا مال الخلايا بالثالولة نتيجة الفيروس، الاريتيشن مال الفيروس بداخل الخلايا يؤدي إلى تكاثر الخلايا، من تتكاثر الخلايا تصير مثل قرنابيط، شكلها بعض الثالولة عبارة عن قرنابيط صغيرونة،
تكاثر من الخلايا بالسالولة نتيجة فيروس البابيلوما. السالولة اسمها وورت سالولة أو يسموها بابيلوما. الفيروس مال البابيلوما فيروس يخلي الخلايا مال البابيلوما تتكاثر تصير مثل هاي السالولة اللي يصير مثل شكل عبارة طعمانية شكل مال كولي فلور. حكيلي بعد نجي على الميتابليجيا. الميتابليجيا هو عبارة عن تحول بالخلايا إلى النوع المقارب لها. تحول بالخلايا يصير transformation of the cells into relative time. Transformation of the cell into relative time. مثلاً هذه خلايا كانت كيفويدال أو كولومنا. نتيجة الريتيشن المستمر صارت فلاتنت. صارت مسطحة. بس هي ما زالت تحافظ على وظيفتها. هذه الخلايا الميتابليجيا تحولت من شكل الى شكل مخالف لها. كانت كيوبويدر او كانت كولومنر تحولت الى فلاتن. هاي الفلاتن صارت سكرامس نتيجه الاريتيشن المستمر على المكان. مثلا واحد يدخن سجاير 40 50 سنه، هذا الاريتيشن اللي يصير نتيجه السجاير يحول الكولومنر ايبيثيليمات القصبات الى سكرامس. يسموه سكويموس ميتابليجيا. وهاي سكويموس ميتابليجيا محافظة على نفس الوظيفة، لكن إذا استمر التدخين قد يكون تتحول إلى سرطان، يصير سكويموس يتكاثر إذا استمر التدخين، وإذا الله لا سيطر على روحه وعاف الجقاير لا يرجع الجسم. إذا الميتابليجيا هو تحول ترانسفورميشن أوف ذا سيل إنتو، هم تقراها الكلمات المهمة حط جواها خط. بحيث انت عاد تسوى عليه تجيك تفهم. The transformation of the cells into relative time. For example, the columnar epithelia of the bronchus. مثال عليها. نتيجة التدخين، التدخين الطويل، فترة طويلة التدخين، transform من columnar إلى squamous. من صارت squamous هاي الميتابليجيا، بس ما زالت وظيفتها موجودة، لكن هاي الميتابليجيا if the cause progress or persist إذا بقى السبب تتحول إلى سرطان. سكرمس صار سكرمس كارسينوما. وكل سرطانات الصدر من وراء الدلو مالت الجيجاية. ولعن الله اللي اكتشف الجيجاية. لعن الله اللي اكتشف الجيجاية والمرض ده. لكن ألف عمر روحه اللي اكتشف الكهرباء واكتشف الضوء واكتشف هذا العلماء. لكن هذا اللي اكتشف الجيجاية يدمر البشرية. وانا طلعت لنا سنارجيله مال شباب هي كل شربه مال نارجيله تعادل الباكيج قاعد كامل جسمه ما يدري بروحه ايش يصير ما يصير. نجي على موضوع الدسبليجيا. الدسبليجيا هم مثل الميتابليجيا، بس الدسبليجيا البؤره الاوليه للسرطان. دسبليجيا لايك ميتابليجيا، بس دسبليجيا از برايمري ستيج مال المليز. بالدسبليجيا صار disorder growth بالخلايا، مثلا بالسيرفيكس بالميوكوس ممبرين بالسيرفيكس باي مكان بالجسم هاي الدسبليجيا يصير. الخلايا هناك قلنا بالميتابليجيا خلايا كانت كولومنر او ثيوبودر تحولت الى سكويموس مثل سابق، بس صارت محافظه على وظيفتها. لكن اذا استمر السبب هاي السكويموس صارت عاليه، واذا شفت السبب ترجع قليله. الدسبليجيا لان المرحله الاوليه للسرطان هاي الخلايا ترعبرت صار خربطه بالنمو مالت الخلايا، من صار خربطه بالنمو مالت هذه الخلايا بالدسبليجيا دائما تصير بالسيرفكس والميوكوس ممبرين تشوف الخلايا الاوراق مالتها متغيره بليومورف لورا وندد لو اوفل لو سبندل شير لو الونجيتد النواف والسيتوبلازم مالتها مختلف. الميتابليجيا هناك صارت سكويموس او كيوبويدر تحولت الى كولومنر او كولومنر الى كيوبويدر من كيوبويدر الى سكويموس. هنا لا، الخلايا صارت disorder in growth of the cell in which the nucleus become either round elongated spindle or سيتوبلازم يكون موجود، بس هنا الهايبركروماتيك الانويه دلاله على التكاثر مالت الخلايا، هنا الخلايا تتكاثر. هذا الدسبليجيا
هي المرحلة الأولى من السرطان. هذه بعدها ما صارت خبيثة، بس إذا استمرت تجاير تحولت إلى سرطانية. هذه لا، هذه هي المرحلة الأولى السرطان. إن شلت السبب ترجع طبيعية، إن ما شلت السبب رسالت هي سرطانية. إذا الديسبليجيا هي البرايمري ستيج أو البيجنينج ستيج للورم للسرطان. ديسبليجيا لأن قلت الأنواع مالتها مختلفة، وسيتوبلازم مختلفة هي المرحلة الأولية للسرطان من الديسبليجيا. بينما الميتاب لا، خليها تحول من شكل إلى شكل آخر، بس تنتظر السبب. بالحالتين شوف it is discipline reversible. مثل ما قلت degeneration reversible، إذا شلت السبب، وإذا ما شلت السبب degeneration شي تحول نكروس. نفس الشيء هنا، إذا هذه discipline إذا شلت السبب رجع طبيعي، مش شلت السبب progress into the cancer. الأنابليجيا لا تماما خليها الديسبليجيا شاب بادي عليه علامات من الظروف مع البيت وظروف 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 والحياة ضاغطة عليه، هذا ضغط الظروف إذا ضغط ما يتخبط، بس إذا الله رفع عنه ارتاح لقى محيط، مو هذا المحيط ما أنا وين اللي يخبرون أكبر واحد، هذا المحيط ما أنا العاقل يخبره، وقاموا أصدقاء السوء يوزون بي راح يخبروه، اللي هو عليه علامات يشوف الناس وين واصلة، هو حالته هيجي ظروفه هيجي، وكبد بالبيت عليه أكثر من لازم، ويريد يعني حسب قابلته هو ما راح يبقون ويطوف. فهذا إذا ظل ضغط عليه ظل ضغط عليه، وهذا المحيط المساعد شباب البقية، المحيط شباب البقية على على ظروفه راح يتخبر، يظلوا يزوم به يتخبر. هذا اللي هي الديسبليشن. وخرت الشباب عنه وبعثته ويرجع طبيعي. مثل ما عندي صديق عميد احدى الكليات قال احدى اسجل اني بحث المدرسه، قال شو فردوا بي اثنين ثلاثه، اول متوسط صغار بعدهم، قال فردوا بي اثنين ثلاثه كانوا ابتدائي، قال اول واحد قال يقول انا ما ادري بس هو ابنه واضح، قال له ابو عميد مال الكليه وسويت له واصل بهذا المدرسه، قال له امشي تطلع من محيط ابوك، هذا واحد يقول له، الثاني قال له هاي فرصه تعيش حياتك المتوسط، عبالك وراك ما تعيش حياتك، هذا فقير. وهذول المتوالين من أربعة أطلع من محيط أبوك، مش ما أطلع من محيط أبوك، لا تخلي أبوك يتحكم فيك في كل شيء، تخليه باستقلالية، شوف شلون لعب وشلون شيطان. وهذا الأخ يقول له تعيش حياتك في المتوسط أو الإعدادية كطالب وتاخذ حقك، ويونس وتتونس وشو بعد عن مو بعدين دار، لكن هو يشوفوه أفلام وأفلام ويخلقون التبه. قال لأبوه أبوك غيره من هذول غير المفهوم، هذول استثمار من كل نتيجة. فهذا المحيط هنا هاي الديسبليشن توالمون هذول وباقي هم مثلهم، لكن بعد هذا المشكلة نرجع طبيعي وذاتي كل سنة راح يطلع الأول. نجي على الأنابليج. الأنابليج لا تغيير خلايا سرطانية، خلايا صار بيها تغيير، تغيرت النواة، تغيرت السيتوبلازم، تغيرت الوظيفة مالتها، قامت تضر الجسم، تنطي مركبات مطلقة، هذا الأنابليجيا. إذا الأنابليجيا معناتها ورم سرطان. الأنابليجيا يعني نيو بليجيا ورم سرطان، أما حميد وأما خبيث، بناخذ إن شاء الله بنهاية الكورس. هذه الأنابليجيا كاتب لكم لوس أوف نورمال سيلولار ديفرنشيشن أورجنايزيشن، السيل بيكم بريمتيف تصبح امبريونيك أن أدفرنشيت التايل، وهي صفة من صفات التيومر. الأنابليجيا يعني مالجنت، نيو بليجيا يعني تيومر. نفس الاسم. الأنابليجيا والنيوبليجيا والتيومر نفس الاسم، صار السرطان. هاي خاي مرحلة سرطانية خلال الأنابليجيا، بس الديسبليجيا والهلمي وحدة قديمة الوحدة، لكن هاي المرحلة الأولى للسرطان ديسبليجيا. الميتابليجيا لا خليها تايش مش كل أشكال، هالكلي بعد.